السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء السعادة والسكر الزيادة وكل حاجة حلوة على مشاهدين شاشة قناة النار، وبالأخص حبايبي مشاهدين مطبخ خالة. حلقة جديدة في يوم جديد وفزورة جديدة، يلا بينا على طول نصحصح شوية ونشوف فزورتنا النهاردة بتقول ايه. فزورتنا النهاردة بتقول دقيق ومش دقيق، يا دي الحوسة، بالسمن والسكر مبسوسة، وفي صينية مدورة مرصوصة، سادة وبالبندق ده الناس بيها مهووسة، حتى شادية غنت لها هي والبيت دوسة. نقول بسرعة كمان، دقيق ومش دقيق، يا دي الحوسة، بالسمن والسكر مبسوسة، وفي صينية مدورة مرصوصة، سادة وبالبندق الناس بيها مهووسة، حتى شادية غنت لها هي والبيت دوسة. تبقى ايه؟ فكروا يلا واكتبوا لي على الفيسبوك حلولكم الجميله. يلا يا جماعه صحصحوا معايا شويه وعيدوا كده امجاد زمان وفوازير رمضان الجميله. النهارده بقى كل سنه وانتم طيبين، رمضان خلاص بيسلمنا الرايه وبيودع وبيقول لنا اشوفكم على خير السنه الجايه ان شاء الله، فهنبتدي مع بعض نعمل حلقات ان شاء الله تخص العيد واكل العيد وشغل العيد. طبعا في العيد اول ما بنخرج من الصيام على طول اول حاجه بتبقى جايه في بالنا الرنجة والفسيخ والحاجات اللي طول الشهر ما كانش ينفع ان احنا ندوقها. فالنهاردة هنعمل مع بعض حلقة حلوة قوي بالرنجة، وصفات من الرنجة ان شاء الله تنفع معانا جدا اول يوم العيد ان شاء الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. اول خطوة او اول وصفة هتكون معانا خلطة الرنجة اللي انتم متعودين عليها مني على طول. كل ما نيجي نعمل رنجة قولوا لي لا لازم خلطة الرنجة بتاعتك يا شيف هالة. خلطة الرنجة بتاعتنا هحتاج فيها رنجة فيليه، وهحتاج ان شاء الله واحد او اثنين بس من بطارخ الرنجة الخشنة بتطعم قوي خلطة الرنجة. ايه تاني عندي؟ طحينة، بصل اخضر، كمون، شطة، خل، عصير ليمون، وشوية زيت بس كده. وطبعا عيش بلدي حلو بقى، وبصل اخضر وبصل في خل، وعيشي مع خلطة الرنجة دي يا جماعة هتاكلوا فيها من غير وعي ما شاء الله. يعني دي اول وصفة معنا. الوصفة التانية هتبقى سلطة الرنجة، سهلة وسريعة جدا وشكلها شيك وطعمها حلو قوي على سفرتك. رنجة فليه بقطعها مكعبات كده بالشكل ده، خس وليمون وطماطم وبصل اخضر وشوية طحينة، وهنشوف هنطعم الطحينة ازاي مع السلطة بتاعتنا. بس كده دول الوصفتين الحلوين معانا النهاردة، مع طبعا شوي الرنجة الاساسي، وتبقي عملتي سفرة كاملة ما شاء الله من الرنجة اول يوم العيد. هنعمل ايه بقى هنا؟ هنعمل الاول خلطة الرنجة. هنزل ببصل اخضر، والبصل الاخضر بيديها تطعيمة حلوة قوي، وما تضربيهوش كتير هو مع الرنجة مع الخلطة كلها عشان القرشة الحلوة اللي فيه. ادي كده البصل الاخضر، وبعدين هننزل بسم الله بالرنجة الفليه اهي، سواء بقى جايبها فليه او حتى خليتي الرنجة وخدتيها قطع كده، نضفتيها كده وخدتيها قطع كده اهي. ادي مثلا ايه الرنجة. بعد كده هياخد بطارخ من الخشنة، طبعا ما بنستعملش الناعمة خالص. وبعد كده يا ستي عندي ليمون، زودي الليمون شوية، وعندي كمان خل وزيت كده. سهلة جدا وسريعة جدا بس يا جماعة طعمة بشكل. وادي شوية خل، وبعد كده التوابل بتاعتنا كمون وشطة، طبعا مفيش ملح كفاية الرنجة قوي عندنا، شوية شطة كده حلوين بس كده. الطحينة هتبقى اخر حاجة بعد ما اخلط المقادير دي كلها في بعضها. يلا بينا بسم الله. طحينة من الاول مع مقاديري هتقفش مع الضرب كده، هتقفش مش هعرف انعم خلطة الرنجة بتاعتي. فعشان كده بحط كل المقادير بتاعتي الاول واضربها كده ضرب متقطع عشان ما تنعمش مني قوي، وبعدين هقلب بالشكل ده وانزل بالطحينة واضرب. الريحة حلوة قوي، الله الله الله.
الخل مع الليمون مع الرنجة عاملين ايه ريحة كده تحفة ما شاء الله عليها. ماشي كده. دلوقتي بقى بعد ما قلبت هنزل بالطحينة في الاخر خالص، وزودي طحينة شوية لان انت حاطة رنجة يعني كتير، فالطحينة تكسر شوية من حدة الرنجة. ونقلب كده، شايفين ازاي؟ عشان اللي تحت لو كان ناعم اكتر من الطبقة اللي فوق لا ما يضحكش عليا. كله كده مع بعض بالشكل ده ما شاء الله عليها. حاضر، دقيقة واحدة بس نكمل ضرب الاول عشان نقدم وصفتنا الحلوة. شموا الريحة حلوة قوي. بس كده يعني، كده عايزة اقول لكم حاجة كده يعني من الاخر ما شاء الله عليها. نجيب طبق حلو ونكلم مدام مها. يا مدام مها اهلا وسهلا. الفل يا شيفانا. يا صباح الهنا والسعادة. ازاي كل سنة وانت طيبة كده، ويا رب يكون عيد سعيد علينا جميعا. يا وعليك وعلى الشباب وعلى الناس كلهم. الله يكرمك كل سنة وانت طيبة يا قلبي. طيبة يا روح قلبي. يعيش يا حبيبتي. الريحة يعني هتفطرني. طب تعالي 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 بصي تعالي بصي تعالي بصي يا مدام مها. ايوه بطة. شوفي 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 الخلطة عاملة ازاي. بصي طبعا انت هتقولينا على شغل الشيف هلا. ربنا يخليكي. ريحتها الواحد هيجيبها بقى من دلوقتي ويشيلها على ايدي. يلا الله. على طول يلا، وخلي بقى الوصفات دي عندك تعمليها اول يوم العيد ان شاء الله. من غير حاجه يا حبيبي، كل وصفات الشيف هلا على طول. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. طيبه حبيبتي وكل عايزي. سنه وعيد سعيد عليك وعلى يا حبيبتي وعلى القناه والاستاذه قمر وكلكم كده يا حبيبتي. ربنا يخليكي والله يا مدام مها واشكرك. ادي الخلطه الحلوه بتاعتنا، ريحه وطعم وقوام مفيش بعد كده تبارك الله عليها. طب نكملها بقى بايه؟ بشويه زيت كده حلوين. بصوا اهو على الوش كده. يلا يا سمر جاهزه بالعيش؟ جايبه العيش وجايه ولا لا؟ يلا يا قمر. الف هنا وشفا لكل حبايبي يا رب. ادي اول وصفه معانا للعيد باذن الله. بسرعة بقى دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نعمل الوصفة التانية السهلة السريعة جدا أسرع من خلطة الرنجة كمان. فاصل قصير بس اوعى القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني عملنا خلطة الرنجة الشهية جدا جدا جدا، عملناها بمنتهى السهولة وعرفنا نطعمها ازاي وتقدميها على سفرتك في العيد. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. دلوقتي بقى يا جماعة هنعمل الوصفة التانية، هنعمل سلطة الرنجة الشهية جدا. تعالوا الاول نعمل لها الصوص بتاعها فظيع ولا كلمة. هنعمل ايه؟ هاخد شوية طحينة بالشكل ده مش كتير. انا كده هعمل الصوص الحلو للسلطه اللي هطعم بيه السلطه، وهاخد شويه ميه على الطحينه بسم الله كده واقلب. خليها ايه ما تبقاش خفيفه، يعني عايزين الطحينه تحل بالميه بس تبقى تقيله. لا كده تقيله قوي، نخف شويه كمان وهوريكم دلوقتي القوام المطلوب. بسم الله اهي. قلبي قلبي حليها كده. هي العمايل كلها هي في الصوص بتاعها الجميل ده. بس كده اهي يا جماعه، شوفوا بقت عامله ازاي تحفه. عسل وسكر لازم تبقى بالقوام ده، شوفوا ازاي. وبعدين الطحينه دي عايزين نطعمها بقى. هنطعمها بايه؟ نقول مع بعض. طبعا مش هنحط ملح خالص، احنا ما عندناش حاجه هنحط فيها ملح، ده كفايه الرنجه. يعني في الوصفتين بتوعنا مفيش ملح نهائي. خفيت الطحينة بقوام حلو كده، وبعدين احط عصير ليمون وزودي شوية عشان دي هتتحط على الرنجة، والليمون حبيب الرنجة. ادي كده شوية ليمون وشوية خل يدوا طعم وريحة بقى ايه ما اقولكوش عليه كده. وبعدين شوية زيت كده ايه حلوين بقى. بس كده الصوص بتاعي جهز. ايه ده يا سمر معقولة كده؟
معقولة ونص ولا شفتي ازاي؟ بس كده مقاديري بقى كلها اللي كانت في سلطة الرنجة هخلطها على بعضها. تعالوا نشوف ازاي. كان عندي خس اهو ماشي، وايه تاني؟ طماطم، وايه كمان؟ بصل اخضر. يا حلاوته يا جماله مع الرنجة. وبعد كده بقى يا ستي عندنا الرنجة المكعبات. يا حاجة زينب اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخة. زي حضرتك يا قلبي، عاملة ايه؟ انت يا حبيبتي والله منورة الدنيا كلها. الله يكرمك يا رب، الدنيا منورة بيكي وبكل حبايبنا يا رب. احنا وانت يا رب، ورد عليك الايام بخير يا رب. يا رب انا وانت والسامعين يا رب. اللهم امين يا رب. ما بطرخها بقى البطاريخ ناشفة ولا طرية؟ إيه لا، ناشفة محببة. ايوه هي دي بتتاكل. طبعا ناشفة محببة، اوعي تجيبي حاجة تانية. لا ما هي الطرية لا. اه بالظبط، الناعمة والطرية لا. لا ما تنفعش. طبعا طبعا ما تنفعش. تسلم ايديكي وعينيكي. تسلمي يا قلبي، تسلمي. ما تحرمش منك ولا وقفتك ابدا لينا يا رب. يا رب يخليك يا حبيبتي، ولا تحرم منك ابدا ولا منكم جميعا يا رب. نجيب بقى طبق حلو كده، يلا بينا ونغرف السلطه الحلوه بتاعتنا دي. بسم الله بسم الله. خلي كده ايه حتت الرنجه تبان كده على الوش اهي. قد ايه بقى الطبق ده شهي جدا، من احلى الاطباق بجد اللي انا بحبها قوي قوي في الرنجه. لما بنيجي نعمل وصفه سفره رنجه لازم لازم الطبق ده يبقى اساسي معايا. بالعيش ماشي، تبص تلاقي نفسك يعني بالشوكه كده. لا لا حلوه حلوه يعني. ودي الحاله الوحيده اللي بحب احط طماطم مع الرنجه، يعني انا دايما مع الرنجه ومع الحوادق دايما بقول بلاش طماطم، لكن دي الحاله الوحيده اللي الطماطم فيها مع الرنجه بتدي طعم حلو قوي وبتكسر اي حضويه موجوده بالشكل ده. شوفوا بقى جمال الطبق والوانه عامله ازاي. شايفه يا سمر حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا رب. نجيب منديل ونمسح بقى كده، نظبط الدنيا عشان بقى ايه يا سمر اهم من الشغل 100 مره قلنا ايه ظبط الشغل يا حبيبه قلبي. تعالوا بقى للصوص. اوعوا تنسوا الصوص الجميل، الصوص اللي هيطعم لي الطبق بتاعي. بصوا بقى ازاي، يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه. اللهم بارك، الف هنا وشفا لكل حبايبنا يا رب. يبقى ده كده الطبق التاني اللي عملناه لسفره العيد من الرنجه. الله الله الله، طالما سمر مدلعه الطبق كده تعرفوا انها ايه. شايفه شكله حلاوته تحفه. تقدروا بقى تزودوا الصوص بالطحينه ده وتقللوا على حسب ما انتوا عايزين، براحتكم خالص يعني. يلا يا ست سمر ليمونتين كمان يا قمر عشان خاطر عيونك اهو، لاجل عيون القمر. يلا يا حبيبتي تعالوا بقى نحطه مع سفرتنا الحلوه، يلا بينا. ادي كان اول طبق معانا اهو، وناخد بقى الطبق التاني. بسم الله، وادي الطبق التاني كمان. والف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين. من احلى الاكلات في العيد هي اكله الرنجه، عشان كده فضلت النهارده ان احنا نقدم منها وصفتين سهله وسريعه بس تطعم طعم السنين. يا رب الوصفات تكون عجبتكم. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في حلقه وصفات تعجبكم اكتر واكتر. ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.